بالنسبة للأشخاص الاعتياديين فهي مؤسسة المفروض إصلاحية، لكنها يعني حسب اللي نشوفها هي مؤسسة انتقامية صراحة، يعني انتقام. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم المبالغ المادية ويقدرون يدفعون فهي سجون في آي بي، ويعملون حتى أفضل من المحامي من يدخل لهم. شلون بالله؟ وضحي لي هذه النقطة. يعني غرف المحامين عفوا المتهمين اللي خلينا نقول في آي بي تتوفر بها كافة وسائل الراحة. اما بالنسبه لباقي السجناء الاعتياديين ولا يخفى على الاستاذ والاساتذه اللي ويانا المحترمين اكتظاظ، تعرفين يعني نسبه 300% اكتظاظ بالسجون. هاي الاكتظاظ شنو النتائج اللي خلفتها لنا؟ اولا امراض جلديه وعدوى، بالاضافه لارتفاع درجات الحراره، بالاضافه الى المشاكل اللي تصير بداخل السجون. يعني انت السجين ترى هم انسان، لو مهما يكون من خطا فاحنا نرجع انه هو بشر وانسان، يعني مكان لنا وما له. يعني اذا يردون ينامون لازم بيناتهم ياخذون مثل الشفتات، اوقات قسم تنام وقسم تبقى جالسه، لانه ما يكفي السجن، ما يكفي لهذه الاعداد الهائله. فمثل ما قلت لك بالنسبه للمجموعه هو مؤسسه انتقاميه، وبالنسبه للاخرى لا والله مؤسسه ترفيهيه اصلا، متوفر في اي بي الاكل من كانه من مطعم خمس نجوم خلينا نقول. اما بالنسبه من يوصل للاكل حتى نفهم هذه النقطه، المتنفذين اللي يعملون، يعني احنا ترى عندنا فساد، اكو فساد جدا كبير، مو احنا مو كل شيء نقدر السجن يعني ما نقدر كل شيء، مو كل شيء ينعرض، بس اكو جهات تنفيذيه طبعا هي تتعامل على اساس الدفع، على اساس الدفع المال. انت حتى الاجهزه التليفون يبدي الاسعار مالته من اصغر تليفون من 500,000 يبدي، التليفونات العاديه يصعد يوصل ل 4 ملايين اذا بي وسائل التواصل الاجتماعي وتقدر تفتح كاميرا وتتواصل ويا اهلك. واكو انترنت بالسجن، اكو انترنت، نعم اكو انترنت ويتواصلون ويقدرون يستخدمون الاجهزه. والدليل على هذا كلام استاذ عمر شفناه باحدى الحلقات، تاجر كبير مال مخدرات صعد ببرنامج على الهواء مباشره ويسولف ويحكي.